سنتي 97 حتى 2000، مواليد ستشارك في الانتخابات النيابية القادمة لأول مرة بخبرة ضئيلة وبعلاقة شبه مقطوعة مع المشهد السياسي. هذه الأعمار لا تنظر إلى الموضوع بجدية كافية، إذ كانت السمة الأبرز لدى أغلبهم هو غياب المعلومة الدقيقة والمعرفة الكاملة بدور النائب ومهام السلطة التشريعية في البلاد. إنه النائب بدوره أنه يشرع القوانين ويرسل هاي القوانين إلى رجال السلطة التنفيذية، يقومون هم رجال السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين، وتكون هذه القوانين فيها صالح للأفراد، وهذا الشيء اللي أعرفه عن المجتمع. دور اخر للنائب لحد هنا ينتهي دوره؟ لا، لحد هنا ينتهي دوره. مجرد يعني مجلس تشريع القوانين، ودور النائب به انه يشرع القوانين صالح المجتمع او صالح الجهه اللي يمثلها. السلطه التشريعيه او القانون اللي يخص النائب، زين، يكون يعني نزيه، زين، خدمه يعني يخدم المجتمع الصالح العام للبلاد. لم تبتعد معايير هذه الفئات في اختيار المرشح عن المبادئ الأخلاقية العامة التي يجب أن يتسم بها أي شخص بغض النظر عن انتمائه إلى العملية السياسية، فاختلطت السلوكيات والأخلاقيات بالسمات الواجب أن يتصف بها المرشح. وفي وسط هذا التشابك والنظرة الغائمة لم يبرز صوت يولي اهتماما بالبرنامج السياسي للمرشح وبالفكر السياسي للكتل والأحزاب. معلوماتي عن النائب، النائب يعني يشرع القوانين، يكون له رقابة على الوزارات، على السلطة التنفيذية، يشوف يعني متطلبات الشعب شنية ويطرحها بالبرلمان. أول انتخابات لي يعني 98، والنائب لازم اختاره، لازم أول شيء يعني أساس مبدئي ويعني مالت الانتخاب يكون عدل ومساواة بين الناس. هذه الأعمار التي تقدر بنسبة 4 ملايين من مجموع العراقيين ستساهم في إيصال بعض الشخصيات والأحزاب إلى السلطة بناء على معايير سطحية ومغلوطة ودون إدراك للنتائج المترتبة على الاختيارات السيئة والتي لا تقبل التصحيح إلا بعد 4 سنوات من الآن. بهذه المعلومات البسيطة وغير الصحيحة لدى بعض منهم ستقدم هذه المواليد على الانتخاب دون وعي كاف بأهمية هذه الخطوة التي سترسم ملامح المرحلة القادمة. من بغداد، لميس عبد الكريم، قناة الرشيد.